السجن أو جناح الأمراض النفسية، خياران لا ثالث لهما للإيرانية من أصل بريطاني نازانين زاغاري راتكليف، التي اعتقلتها سلطات طهران عام 2016 خلال مغادرتها بعد زيارة لأسرتها برفقة طفلتها. ووجهت لها تهما تتعلق بإسقاط الحكومة، وحكم عليها بالسجن 5 سنوات. فبعد مرور 3 سنوات على اعتقالها، نقلت المرأة التي كانت تعمل مديرة مشروع في مؤسسة تومسون رويترز إلى جناح الأمراض النفسية في مستشفى الإمام الخميني، وفق ما أكده بيان صادر عن حملة أطلق سراح نازنين. البيان قال إن طبيباً نفسياً أوصى بعلاج نازنين فوراً بسبب تدهور حاد في صحتها، وأنها قد تقدم على الانتحار. نازنين كانت بصحة جيدة، وكانت سعيدة أيضاً حينما جاءت إلى طهران لزيارة والديها. هذا ما نقله عنها والدها، الذي أشار أيضاً إلى استياء ابنته مما آلت إليه أوضاعها، وأنها محرجة من أن يتم إدخالها إلى عيادة للصحة النفسية. نازنين التي أنهت أخيراً إضراباً عن الطعام استمر 15 يوماً لتحتفي بالذكرى 5 لميلاد طفلتها. كانت قد أنكرت كل التهم التي وجهت لها، لكنها تظل واحدة من مزدوجي الجنسية الكثر الذين تستخدمهم طهران كوسيلة للضغط على الدول الغربية، فتعتقلهم بتهم التجسس أو الإطاحة بالنظام. كانت آخرهم الباحثة الجامعية الفرنسية الإيرانية فريبا عدلخا، التي أوقفت قبل أيام ولم يسمح لها بالتواصل مع القنصلية الفرنسية. حنين موصلي، العربية.